نظمت منظمة بدائل للطفولة والشباب فرع برشيد بتنسيق مع فعاليات وجمعيات المجتمع المدني يوم الجمعة 5 دجنبر بالخزانة البلدية مائدة مستديرة حول موضوع المؤسسة التعليمية العمومية بين الماضي والحاضر. هذه الندوة بطبيعة الحال أو هذه الجلسة كانت جلسة لتشخيص مجموعة من المشاكل التي تعرفها مجموعة من الثانويات، مجموعة من الإعداديات في المدينة، ونظرا لكون مجموعة من الظواهر استفحلت إذن فاسترعى هذا الأمر مجموعة من الإخوة في هذه الجمعية اللي هي جمعية بدائل، فحاولوا أن يضعوا أو أن يطرحوا الإشكال أمام الحاضرين بطبيعة الحال، وقد حضر مجموعة من الفاعلين هذه الجلسة وأدلوا بآرائهم، وهذا شيء جميل. نتمنى أن نجلس جلسات أخرى ونتمنى أن نناقش مواضيع أخرى حول المدينة وحول مشاكل المدينة، لأن هذه المشاكل تهمنا جميعا وليست حصرا أو على المجلس أو على عمالة أو على أمن، بل هي إشكالية المواطنين وإشكالية مدينة برمتها. احنا اليوم كفاعلين حقوقيين بالمدينة جينا باش نطقوا ناقوس الخطر حول ما يقع بالمؤسسات التعليمية مدينة برشيد، والخصوص أمام المدارس. يعني كتلقى تجارة المخدرات، كتلقى الفساد العلاني، يعني المدرسة ما بقاش مدرسة ديال التربية ولكن ولات بكر دعارة، وهذا الشيء كامل أمام الصمت ديال الناس المسؤولين بالمدينة. كاين واحد التواطؤ، الصمت ديالهم كنعتبروه تواطؤ. في هذه الندوة المتميزة التي ناقشت واقع المؤسسات التعليمية ووضعت بطبيعة الحال الأصبع على أصل الداء، وبالتالي حاولت بطبيعة الحال أن ترصد واقع هذه المؤسسات ومحيط من تحرش ومن مخدرات ومن مجموعة من المشاكل التي من طبيعة الحال أثارت منظمة بدائل بعض الإشكالات التي ينبغي من طبيعة الحال تدخل جميع الفاعلين، على اعتبار أن هذا الهم الذي هو هم تربوي هو هم لا يرتبط طبعا بفردين أو بشخصين، وإنما هو هم جماعي يتحمل مسؤولية فيه الأسرة والإعلام والمدرسة والشارع وجميع الفاعلين والغيورين على الشأن التربوي والغيورين أيضا على مدينة برشيد ومؤسساتها وتاريخها التربوي والتعليمي. بعد المناسبة تشكروا الإخوان ديونا في منظمة البدائل للطفولة والشباب على هذا اللقاء اللي هو لقاء حيوي ونشاط اللي هو في الحقيقة محتاجة له المدينة والبلد ككل، اللي هو المؤسسة التعليمية اللي أصبحت اليوم كتعرف واحد التدهور واحد الانتصار اللي هو خطير، واللي هو انعكس بشكل كبير على الطفوله. اولا كمبادره طيبه جات من بعض الاخوان باش اننا حاولنا نخصوا هذا الموضوع اللي هو جد حساس وضروري كان خاصو يتفتح فيه النقاش باش يخرجوا بتوصيات هادفه من اجل التوعيه بالخطوره ديال هذه الظاهره اللي ولات كتعم جل المؤسسات العموميه بمدينتنا اللي هي مدينه برشيد. وحنا كمنظمه بدائل الطفوله والشباب حاولنا نقوموا بهذه الندوه ونوسعوا فيها نطاق الحوار والنقاش، والحمد لله كانت الكثير من التدخلات اللي افادت هذا الجانب، وان شاء الله باقي مازال بعض الندوات اللي غادي تكون مستقبليا في هذا الاطار. وقد خرجت المائده بثلاث توصيات: تعيين لجنة من الفعاليات لصياغة مجموعة من التوصيات ورفعها للإدارة المسؤولة، تنظيم في القريب العاجل ندوة لتسليط الضوء على هذه الظواهر وعواقبها الوخيمة والمتابعة القضائية في حق مرتكبيها، جعل سنة 2015 سنة لرد الاعتبار للمؤسسات التعليمية العمومية.